خلينا نشوف تقرير عشان نلحق بس بشكل سريع. يعني شخصية بقى المصرية، الست المصرية، حمل تقيل كل يوم بتجره يوميا. مش الحمل ده مش بس ألواح تلج على العربية، لا دي معاناة عاشت معاها سنوات عمرها 66. نشوف التقرير. التلج اللي انا احتجت لها كانت صراحة ابويا كان عنده زبونان، قلت دي اجيب اللي كان ابويا بيجيبه انا اجيبه واعيش منه وهكذا. ابويا كان فقير بينه وبينه وما سبب لناش حاجة، وطب انا كنت هعمل ايه ذات ان معيش شهادته ولا بقرة وبكتب، كنت هعمل ايه في الدنيا ما انه كنت هتوب فيه بقوم من النوم من حتى من غير ما اشرب شيء من غير حاجه او ما اشوف مصالحي، اجي اعمل مصالحي اقعد افطر اعمل ديت اقعد في الشمس شويه مع الشغل جه دي ما جاش رزقني ربنا بحمد ربنا ما رزقنيش يا دين بحمد ربنا دينا عايش الايام بتلزق بعضي. كنت مثلا الاول بطلع العباس واطلع فوق الخواجات واطلع بس بورسعيد وارجع السكه جديد ما كنتش بقدر بجهز يا دوب على قد العباس بس بدل في مصلحة ما بحسش بقى بألم، ما بحسش فلوس هتنصرني ما بحسش بألم، عاوزة أتخلص إيه عشان إيه أدفع لصاحب المصنع عشان أجيب بضاعة جديدة، فرحانة ومبسوطة ولا عاوزة أكل ولا عاوزة أصرف، عاوزة أجيب بقى أدفع اللي عليا مرضية من غير أي حاجة بس ربنا يشفي لي رجلي. مالها رجلك يعني؟ يكبروا بعوني، رجليها بتوجعني قوي، خايفة، خايفة منها.